بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن آخر سب جروب من البيشنتس الجايدلاينز اتكلمت عليه، وهو دي فينوس ثرومبوز ان بيشنتس ويز اكستريمز اوف بودي ويت. تريتمنت اوف دي في تي ان بيشنتس ويز فيري لو اور فيري هاي ويت او بودي ماس اندكس كان بي تشالنجينج. ده ليه؟ علشان البايو افيلابيلتي بتاعت الميديكيشنز مش معروفة في الاكستريمز اوف بودي ويت زي ما هنشوف، او هنشوف الاستادز اتعملت قالت ايه عن الموضوع ده. اولا as regard الوارفرين in patients with a low body weight defined as less than 50 or 60 kilograms لقوا ان الوارفرين treatment in those patients had a higher risk of bleeding عن العيانين اللي عندهم normal body weight، ودي كانت statistically significant result. Traditionally dose زي ما احنا عارفين of the unfractionated heparin او low molecular weight heparins او الفوندابارينو is adjusted according to the body weight to reduce the bleeding in underweight patients and recurrent venous thromboembolism in overweight patients عشان ما اخسرش الثيرابيوتيك افكت فيحصل ريكرنس للدي في تي في العينين الاوفر ويت، وعشان ما يحصلش بليدنج ويبقى اوفر تريتمنت في العينين الاندر ويت. طيب وات اباوت دي دايركت اورال انتي كواجولانتس؟ الحقيقه الكام جمله اللي جايين دول بيجاوبوا على هذا التساؤل. فالفيكسد دوز لقوا ان الفيكسد دوز ريفروكسابان او الايدوكسابان is not associated with an increased risk of major recurrent venous thromboembolism or bleeding in patients with either low or high body weight. تاني حاجة لقوا ان في non-significant trend ل higher efficacy of abixaban مع الوارفرين في العيانين اللي البادي ماس اندكس بتاعهم اكتر من 30. is not significant ولكن higher efficacy compared للوارفرين with no effect على البليدنج. يبقى كده قلنا الريفاروكسابان والايدوكسابان، وفي استادي اتعملت قارنت ما بين الابيكسابان والوارفرين، وبعد كده في كوهورت برضو جاب العيانين البادي ماس اندكس بتاعهم 30 كي جي بير سكويرد متر with venous thromboembolism وبريسكريبشن of rivaroxaban was associated with a significantly reduced risk of recurrent VTE in comparison للوارفرين. ده تاني medication قارنوه مع الوارفرين، الريفاروكسابان او الابيكسابان. والresults دي remained consistent across the body mass index classes من 30 ل 34.9 من 35 الى 39.9 and even at 40 kg per square meter. Similar findings for efficacy لقوها as regard الدابيجاتران in this specific population, but no results of any potential modulators of bleeding have been presented. يعني خلاصة الكلام ان احنا لو هندي الانفراكشنيت هيبرين او اللو مولكيولار ويت هيبرين او الفوندابارينو هنبقى weight adjusted dose as regard الوارفرين. خلي بالك في الناس اللي البادي ماس اندكس بتاعهم قليل او لو ويت، علشان ممكن ده يؤدي الى حدوث بليدنج او يزود الريكارنس لو البادي ماس اندكس بتاعهم كبير قوي. وفي as regard الدايركت اورال انتي كواجولانتس الابيكسابان كويس، الايدوكسابان كويس، الريفاروكسابان كويس، والدابيجاتران كويس، وممكن يستخدموا في الديفرنت بادي ويتس. Randomized control trials اللي اتعملت عن direct oral anticoagulants had no weight restrictions، فما فيش very strong evidence لاستخدامهم، ولكن الدراسات اللي اتعملت in comparison ما بين head to head مع الوارفرين قالت ان هما كان ليهم يا اما same efficacy يا اما non significant higher efficacy عن الوارفرين with no major bleeding.
ايه الريكومنديشن اللي قالتها الجايد لاينز از ريجارد ذيس توبيك؟ ان فور اندر ويت اور اوفر ويت بيشنت وذ دي فينوس ثرومبوزز ريكوايرنج انتي كواجوليشن از ريكومندد تو ادجست ذا دوز اوف unfractionated heparin ولو molecular weight heparins and الفوندابارينو. وما قدرتش تحط ريكومنديشن ليه دايركت اورال انتي كواجولانتس زي ما قلنا علشان مفيش strong based evidence على الريكومنديشن دي. بكده نكون خلصنا الـ European Society of Vascular Surgery guidelines for the management of deep venous thromboses. الحمد لله الذي بنعمته يتم كل صالح وبفضله ييسر كل عسير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن شاء الله الجايدلاينز الجاية أو new set of the guidelines هتكون المانجمنت اوف كاروتيد ديزيزز من الـ European Society of Vascular Surgery as well إن شاء الله.